نواب الجمعية الوطنية يعتمدون بالإجماع مشروع قانون يقضي بتنظيم وتقنين الأنشطة الإحصائية في تشاد في جلسة رأسها النائب الأول للجمعية الوطنية بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي. وزارات الصحة العامة والدفاع والمالية والميزانية تبرم اتفاقية دعم مع مؤسستي بيل جيت ولانغوتي ومنظمة الصحة العالمية لتمويل حملات التطعيم المتواصلة في 3 ولايات. وأربعة فرق من العاصمة جمعنا مشاركة في الدوري الولائي لكرة القدم نسخة العام 2019 تتأهل في البطولة الوطنية التي ستنظم هذا العام. السابعة تماما بالتوقيت المحلي لمدينة جمعنا وضواحيها، أهلا بكم إلى عرضنا الرئيسي لهذا المساء. اعتمد اليوم نواب الجمعية الوطنية بقصر الديمقراطية بالإجماع مشروع قانون يقضي بتنظيم وتقنين الأنشطة الإحصائية في تشاد، حيث كانت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي محمود حسن سمبو. نسبة للتطورات الجديدة التي حصلت في مجال الإحصاء ونسبة لعدم ملائمة بعض المواد التي يحتويها القانون الذي صدر في عام 1999 حول تقنين الأنشطة الإحصائية في تشاد، أكان ذلك على المستوى الإقليمي أو الدولي. فلأجل ذلك فإن الحكومة قد جاءت إلى الجمعية الوطنية بهدف طلب موافقة البرلمانيين إدخال تعديلات جديدة على هذا القانون، وهي تعديلات تقدم بها البنك الدولي والتي طالب بتعديل المادتين المادة 18 والمادة 51، بحيث أن هذا القانون الجديد الذي يسعى إلى تعريف أجهزة النظام الوطني للإحصاء على الصعيد المؤسسي والتنظيمي سيوفر لها اختصاصات محددة تتمثل في المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية وكذا الصندوق الوطني للتنمية الإحصائية والمدرسة الوطنية للإحصاء والمعلومات. هذا وبعد رد الوزير على أسئلة بعض النواب الذين تداخلوا خلال فعاليات الجلسة حول هذا المشروع، فصوت البرلمانيون بالإجماع لاعتماد المشروع، وهو ما ترك انطباعات جيدة لدى الوزير. يعني تعرفوا كان ستيش هجينا كان ما ينفر، يعني كان هو تشعلين ولا هو كان بهاي بهجينا ها هم من ال أنا لو اسمه شنو في البترول في المين في الكارير هم كل ما نقدر نحاسبه عادي. كان ما حسبنا عادي لا يعني ناس يعني وروق ها تشد درني ها تشد درني دائما نسمه كلمة دزافير قال ما ينفع. قال أن دارنا دار في بوفر. اليوم في أدوبشن أنا اللواء أنا ريفورم ستاتيسيك في أسامبلي ناشونال وبعد بريزيدان كان شال بروبيغاشون هكذا يعني إيميدياتما إنسات ذات يجي إنسات شيك نهوتون نكريي الإيكول إيكول ستاتيسيكي فورميل يالنا فورميل تشعادين ليه نقدر يبدو يخدموا في التمشن في ستاتيسيك. يبقى إذن إصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بتطبيق هذا المشروع على أرض الواقع حتى تتمكن الحكومة من امتلاك أدوات تساعدها في وضع سياسات تنموية وتطوير مستمر. وإليكم هذا البيان. وخلال هذه الجلسة وافقت الجمعية باستقالة النائب البرلماني نيومبومي توفيل النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية لمجموعة إرنديتي لريفي، وبذلك يندرج اسمه تحت قائمة البرلمانيين الغير مسجلين، وبذلك تتكون هذه المجموعة من 7 برلمانيين إلى 6 برلمانيين. وبذلك قد انحلت هذه المجموعة تلقائيا، طبقا لذلك فإن الجمعية الوطنية تأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة العليا التي اختارت فيه رئيس المعارضة الديمقراطية، وهذا القرار يخص عدد البرلمانيين في الأحزاب السياسية وليست المجموعات البرلمانية. أبرمت اليوم اتفاقية دعم بين وزارة الصحة العامة والدفاع والمالية والميزانية ومؤسستي بيل جيت ودانغوتي ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لتمويل وتقوية كفاءات حملات التطعيم المتواصلة في ولايات حجر لميس كانيم والبحيرة. تقرير أحمد خميس جمعة. دعما لسياسة الحكومة في مجال التطعيم المتواصل ل3 ولايات البلاد، جاء التوقيع على اتفاقية الدعم المالي، حيث وقع من جانب وزارة الصحة العامة وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح، ومن جانب وزارة المالية والميزانية اللالي أبكر، ومن جانب وزارة الدفاع داود يحيى إبراهيم ممثلا لوزير إدارة الأراضي والحكم المحلي والأمن العام، ومن مؤسسة دانغوتي زويرة يوسفو، ومن مؤسسة
بيلغيت ورين ليبن ومن جانب منظمة الصحة العالمية جان بوسكو. هذا وقبل التوقيع عرض مدير التطعيم لدى وزارة الصحة العامة يوسف أحمد النظيف برنامج الوزارة في مجال التطعيم الشامل. عقب ذلك قدم جان بوسكو ممثل منظمة الصحة العالمية كلمة باسم الشركاء في الصحة، هنأ خلالها الحكومة عبر وزارة الصحة للجهود التي تبذلها في مجال الصحة سيما التطعيم، كما أشاد بدور رئيس الجمهورية الداعم للصحة الروتيني الذي ساهم بصورة كبيرة في الحد من مرض الشلل في البلاد. ممثلة مؤسسة دانغوتي زويرة يوسف في مداخلتها أوضحت بأن هذه الاتفاقية تجيء بعد اللقاءات المطولة وتوجيهات رئيس الجمهورية وقادة المؤسستين دانغوتي وبيل غيت. طلبت من السلطات الشهدية والسكان دعم جهود الحكومة من أجل إنجاح عملية التطعيم المختلفة، بينما ممثل مؤسسة بيل غيت ورين ليبن أكد أن المؤسسة ستحترم تعهداتها في دعم جهود الحكومة الصحية من أجل وضع حد نهائي والقضاء على مرض الشلل. في الختام قدم وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح كلمة مطولة أكد خلالها بأن هذا التوقيع يعتبر ثمرة لملتقى حول التطعيم. تقريبا 4 مليار و 500 مليون فرنك سيفا لنعمل جهودنا لنغير وضع بجانب تطعيم الأطفال، عشان زي ما تعلمون التطعيم هو بس المهمية اللي يدافع للأمراض للأطفال. للتذكير فإن مدة الاتفاقية 5 سنوات من العام الجاري حتى عام 2023 ميلادية. ترأس صباح اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور أبو بكر الصديق الشرومة الانطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية لتوفير المياه والصرف الصحي داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف توفير بيئة صحية لتلاميذ المدارس الحكومية بالبلاد. تقرير عبد الله هارون برمة. من أجل توفير بيئة صحية جيدة في الوسط المدرسي والعناية بتلاميذ المدارس، جاءت مناسبة الانطلاق الرسمية للاستراتيجية الوطنية لتوفير المياه والصرف الصحي في الوسط المدرسي المنظم من قبل وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع منظمة اليونسيف. هذا وقد رحب مدير إدارة التغذية الصحية في المدارس طه حامد محمد بالحضور، مشيرا إلى أهمية المياه والصرف الصحي والعناية بالتلاميذ، مؤكدا أن معظم المدارس الحكومية تنقصها مياه الصرف الصحي. فيما قالت ممثلة منظمة اليونسيف أيسة بياسونجي، حنعت وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة على هذه البادرة التي تضمنت أهمية قصوى في الشأن الوسط المدرسي من خلال الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة في الاتجاه الإيجابي لتوفير بيئة صحية جيدة في المدارس العامة. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة لدى كلمته في الانطلاقة الرسمية قال إن البلاد لديها العديد من المبادرات الوطنية التي تسمح بتطوير وتحسين الحالة التربوية من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز البيئة الصحية الجيدة في الوسط المدرسي وفقا للمعايير العالمية والتنظيم القانوني للأنشطة المدرسية، خاصة تلك المتعلقة بالنظافة وتوفير المياه والصرف الصحي الذي يعد في غاية الأهمية. كما قدم شكره لجميع الشركاء الفنيين والمانحين لهذه الاستراتيجية الوطنية والاهتمام بالقضايا التربوية في البلاد. قدم صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين التعازي لأسرة الراحل أوبيد نامبتنا الذي توفي إثر انفجار لغم أرضي بولاية البحيرة. وقد رافق المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري والطاقم الإداري الإذاعة والتلفزيون. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدو. بعد سماع النبأ الحزين الذي ألم بعمال الهيئة الوطنية للإعلام السمع والبصري بوفاة زميلهم أوبيد نامبتنا الذي وافته المنية إثر حادث انفجار لغم أرضي في البحيرة، قام وفد مكون من الإداريين والمدراء العامون ورؤساء الأقسام بالهيئة الوطنية وعلى رأسهم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين بتقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد وأقاربه وأصدقائه. وقد حثهم الوزير على الصبر وحسن العزاء، وعلى هذا عبر والد الفقيد ومن إسراكم شفد ديليغاسيون جو كربو إيدنا. نشكر le ministère, le personnel à Gan, ou une personnel à Rufugan, Anna Ouledi. Je crois que
شغل جاء جاء الفتاة ألا ما في ألا بس خلاك حتى في ديني قال لي أنا نأدكيه وننتي قدرة يدبر في الدنيا والموت جالكيا موت كله الله خلقا كلامك الآن أبو نؤري أسكي لا ما في. وبعد العزاء لأسرة الراحل الذي ترك خلفه طفلين وأرملة عبر وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين عن حزنه العميق. حزن كبير عشان أخو عبيد ودائما قايم معنا. أخو عبيد هو دائما مستعد يشتغل للحكومة، دائما مستعد أي بيس عنده هو يعملها. أخو عبيد زي ما أنتوا لاحظتوا بعمل في اليوم 2 أو 3 حدث. أخو عبيد بيحب بيشارك في الحدث الخطير والصعب، وشفناه عدة مرات، كان في بانجي شفناه عدة مرات في الحدود نيجر نيجيريا كامرون، وفي حدود هناك من شاخ في تشاد. دونك أخو عبيد خلى لنا فرقة كبيرة، وفرقة كبيرة ده ما نقدر نصده، ما نقدر نصده عشان أخو عبيد دائما هو قاعد معنا وتلقاه مبسوط وفرحان مع كل الأخوان. واليوم كان تم حل المافي علشان ده في الفترة دي أنا نقدم تعزياتي الحارة لأسمنا الوزارة من الإعلام للأبهات للأرامل وللأيتام. تبقى الإشارة إلى أن الراحل عبيد نمبتناه هو أحد عمال الحي الوطنية الذي أدى واجبه وخبرته ومهنته من أجل خدمة المجتمع وكذا الوطن بصفة عامة. قدم صباح اليوم رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الدكتور كودي محمد بيانا صحفيا أعلن فيه عن مدى الاستعدادات الأولية لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية التي ستنظم خلال هذا العام. كان ذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي. جزء من البيان. وأريد أن أؤكد لكم أن سنة 2019 هي سنة انتخابية بكل تأكيد، كما أن جميع التصريحات السياسية السابقة تؤكد ضرورة تنظيم الانتخابات في هذا العام الجاي. وعلى مستوى اللجنة نحن نعمل جاهدين على إرضاء تطلعاتكم، كما ندرك أن هذه المهمة لا يمكن تحقيقها إلا بمشاركة الأطراف المعنية في العملية الانتخابية. ولهذا وجه نداء رسمي لكل الأطراف السياسية للمشاركة والالتزام بجانبنا في تحقيق هذه العملية الانتخابية التي تم إطلاقها. نحن أعضاء اللجنة نؤكد لكم بأننا قابلين لجميع تساؤلاتكم واقتراحاتكم بدون أن يؤثر ذلك على استقلاليتنا في إنجاز المهام التي كلفنا بها من قبل القانون بلادنا. كما أود أن أعبر عن خالص شكري لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة لتلبيتهم لجميع متطلبات اللجنة في كل حين. وأود أيضا أن أشكر رئيس الإطار الوطني للحوار السياسي وجميع أعضاء هذه المؤسسة لحسن العلاقة والتعاون المثمر بين المؤسستين، كما أن هذا الإطار يلعب دورا هاما في التعاون بيننا وبين مختلف الأطراف السياسية. أود أن أجيب عن بعض التساؤلات التي تدور في أذهانكم، حيث أن الرأي العام يتساءل عن إنجازات اللجنة منذ تنصيبها، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الزمني للنشاط الانتخابي المعلنة والنشاطات التي تسبقها. من أجل الإجابة على هذه التساؤلات قمنا بعقد هذه النقطة الصحفية. وأيضا نحيطكم علما بأن النشاط الرئيسي القادم هو وضع اللجان الفرعية في جميع الأراضي الوطنية والبعثات الدبلوماسية وقنصليات بلادنا في الخارج، وسيتم إنجاز هذه المهمة بالتشاور مع الإطار الوطني للحوار السياسي. ولذلك نجدد دعوتنا للإطار بالتنسيق معنا لاختيار الأطراف المكونة للجان الفرعية بشكل عاجل وطارئ. نظرا لكل ما سبق أؤكد لكم أننا نطمح لإنجاح تنظيم الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ويعتبر هذا تحديا وواجبا معنويا على جميع أعضاء اللجنة حتى نتمكن من تلبية تطلعات الرأي العام.
قام اليوم المدير العام للضرائب بزيارة تفقدية إلى المنطقة الصناعية بالدائرة الأولى، حيث تهدف الزيارة إلى توعية المقاولين وأصحاب الشركات للاهتمام بدفع الضرائب سيما ضريبة القيمة المضافة. محمد حسن آدم ومزيد من التفاصيل. بهدف توئية المقاولين وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة على الاهتمام بدفع الضرائب لا سيما الضريبة على القيمة المضافة التي تساعد في إنعاش الاقتصاد الوطني، جاءت الزيارة التفقدية للمدير العام للضرائب عمر أرجاتيدي وفني إدارة الضرائب إلى المنطقة الصناعية بالدائرة الأولى، حيث تفقد كل من مصنع إنتاج دقيق الذرة الشامية CPL إلى جانب مصنع الأنابيب والمواد البلاستيكية ومواد البناء، فضلا عن مصنعي إنتاج المياه المعدنية والمواد الغذائية والمشروبات الغازية. وقد استمع المدير العام للضرائب إلى شروح مفصلة حول سير العمل داخل هذه المؤسسات، كما لاحظ أن العديد من الشركات لم تلتزم بالقوانين والنظم الضريبية المعمول بها. اليوم أنا نزلنا هنا شفناهم ولدينا عنا شركات كبار لكن قاعدين في تحت الشركات الدقاق، بس الأسماء والرسماء اللي هم بلغوا في الضرائب والخدمة اللي هم بيسووا كم شفتها فيها فرق كبير جدا. ولذلك أنا نطلب من الشركات إن يكونوا وطنيين، لابد أي شركة لها وطنية. لذلك وكل الإنسان لو ما عنده وطنية ما بقدر يعني بيساعد الدولة، عشان ده يعني ندوم يشيلوا الوطنية وما في شركة بكون يعني من فوق من القانون. يشيروا إلى أن هذه الزيارة التفقدية ستستمر لتشمل العديد من الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة. نواصل تقديم هذه النشرة من الفضائية الجادية. بعد الحادثة الأخيرة التي وقعت بمركز الشرطة رقم 7 بين مواطنين اثنين وبعض من أفراد الشرطة الوطنية، تسببت في وفاة أحد المواطنين، فقد قام النائب الأول لمدعي الجمهورية انديو جيرات قدم حديثا صحفيا ذكر فيه بأن دور الشرطة هو حماية المواطنين وممتلكاتهم وعدم التعرض له. نتابع جزء من البيان في ميكروفون عائشة أحمد دوقي. يو 25 أننا قاعدين كي شغلنا 15 هجونا داك 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 ناس وعدين تنين عند السبسانة كريم قال سوء قاد أوفيسيانا بولي جوديسيرانا CSP7 ما شو لنا زكاربوم يوم دابوم في كوميسيريا بعد السارة هنا مخرب يوم رمضان ناس أشو قاعدين شالو ناس دا ومارغوم غا انتروجيهوما ويوم انتروجيهوما دانكون باتشي كي اسروم يوم اسروم كان في ناس التنين دا هو الاسم يايا داود دا في البخان دا بزوغا ومات انينا خبر لغينا جينا في كوميسيريا دا يوم جينا في كوميسيريا اكادنا كي داكونا دم نحلس يوم اتما بعد دا انينا واردوني انتنا امور لي يشلو كور دا ودو في مورغ وفي دا أنا شفنا كي نصل سو خوام دا ياتو دول أنتنا إزين لبوليس كاربا لشيف دانتان أنا INS اسمى محمد عبد الرحمن يايا وداك دا كوميسير برمي أدجوين أنا CSP7 اسمى عبد الكريم حسن وإن دا بوليسي وات آخر اسمى عثمان باتشا كريم دولاك دا أنا أنتنا أوردر كاربو وانسرير للبوليس يسجلوا كلامهم يشولوا في PV واجوبوا لنا هنا وفي دادانا جسيس أنينا نخدم هنانا نتبقوا قانون في أي شيء يلبيقي قات أي يتوكل مسؤولي هكا ألساوا شنو القانون وراء أنينا شديدا نتبقوا فوق وفي داك وراء هنا أنينا نشوفوا كي نسمو بعد داكو بوليس وكي جندام وكي داكو داكو ناس كي داكو سو وكي بيقى لنا باتشي كي تقيل mais les aïe policiers, les aïe gendarmes, qui ne les guident, il y a une mafie qui a été mis en place de la masse de la chie, qui a
يتارو دو ناس يكربون بس يفرشوا ما في هنا اللي قدام واحد بس كان كارب نالم ودقة ورصافة أي شيء ده يجوبوا في جستيس. قدمت اليوم الوكالة الفرنسية للتنمية معدات نظافة لبلدية جمينة تسلمها عمدة المدينة صالح عبد العزيز دمان، وهي عبارة عن دراجات نارية ومعدات أخرى للنظافة. تقرير محمد طاهر صالح. تسعى بلدية جمينة جاهدة لتنظيف المدينة، وذلك عبر تقوية كفاءة العاملين ومدهم بالمعدات اللازمة لجعل المدينة خالية من الأوساخ، الأمر الذي أدى بتقديم الوكالة الفرنسية للتنمية معدات نظافة مكونة من 9 دراجات نارية تحمل الأوساخ ومعدات نظافة أخرى لصالح 3 فرق نظافة تابعين للدائرة 17، وذلك بعدما تم تدريب 70 منهم يقومون بهذه الأعمال. مسؤول مشروع نظافة المدن عمر سرمجي أوضح أهمية هذا المشروع بالنسبة لجمع وإزالة الأوساخ والنفايات وطرحها خارج المدينة عبر هذه الآلات التي تساعد المواطنين في عملية نظافة المدينة. ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية نعيمة فلوش قالت إن الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار دعمها للبلدية قامت بتدريب نحو 70 متدربا ثقاف في مجال النظافة الصحية، وهذه المعدات تساعد في تحسين الأوضاع في الدائرتين 17 والعاشرة، وهذه تجربة أولية تليها برامج أخرى. عمدة بلدية جمينة صالح عبد العزيز دمان هو الآخر أثنى على الوكالة ودعمها المستمر، وطلب من لجان النظافة الحفاظ على المعدات وعلى المواطنين التعاون مع عمال النظافة لجعل المدينة خالية من الأوساخ. عقب ذلك سلم العمدة صالح عبد العزيز دمان مفاتيح الدراجات وبقية المعدات لمسؤولي مجموعات التنظيف بالبلديات الذين قدموا شكرهم أيضا بهذه العملية، مؤكدين بذل الجهود والحفاظ على المعدات واستخدامها بشكل أمثل. أطلق اليوم المدير العام النائب لوزارة البيئة والمياه والصيد محمد أليفة موسى بدار المرأة فعاليات الدورة التدريبية حول الاستخدام الجيد لمعدات تنقيب المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها عبر استعمال أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، وذلك لصالح الفنيين الميدانيين للوزارة. هارون أباد. من الممكن البحث عن المياه بعدة طرق حسب الحاجة، ولكن من السهل تحديد مواقع حفر الآبار والمياه الجوفية، بحيث أن توفير الماء يعد ضرورة حتمية، كما أنه يعتبر الشريان الحيوي للكائنات الحية. وفي هذا الشأن فإن الحكومة وبدعم من شركاء التنمية بذلت جهودا مقدرة ولا تزال ماضية في هذا الإطار، حيث تم استيراد معدات التنقيب عن المياه الجوفية، وذلك بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وللحفاظ على هذه المعدات واستخدامها بطريقة مهنية تجيء هذه الدورة التدريبية لتزويد الفنيين بمعلومات تمكنهم من تحمل المسؤولية لإدارة جيدة لهذه المعدات، وذلك بمبادرة من برنامج مد الوسط الحضري والأرياف بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. وقد أكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية علي لمين زين أن البنك سيصاحب الحكومة التشادية في سعيها الرامي إلى تحقيق التنمية في شتى المجالات سيما توفير المياه الصالحة للشرب، وهنأ البلاد على إنجازات الحكومة لصالح المواطنين. المدير العام لوزارة البيئة والمياه والصيد محمد أليفة موسى أوضح أن رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو أولى اهتماما خاصا لمسألة توفير المياه الصالحة للشرب وتوفيرها للجميع، وكرس رئيس الجمهورية جهودا ملموسة، كما أن هناك تعبئة للموارد التي تتصدر البرنامج السياسي للحكومة. كما أزدل ستار اليوم بدار المرأة على أعمال الدورة التدريبية لصالح الشباب والمرأة حول الخياطة والسياحة والفندقة وصناعة الحلويات. الأمين العام النائب لوزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني محمد إبراهيم سليمان ممثلا للوزير هو من رأس الأعمال الختامية. حليمة سعدية يعقوب. هكذا بدأت الفرحة والسرور في نفوس المشاركين في الدورة التدريبية الخاصة بالخياطة والمراسم والتشريفات والاستقبال في الفنادق والسياحة. وكانت فنون التدريبات في إيداد الحلويات والكأك لصالح الشباب والشابات، والتي قامت بتنظيمها وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني. منسقة دار المرأة كوجال أنتوانيت أكدت في حديثها بأن هذه الدورة هي العولى من نوعها تعد لصالح هذه المجموعة. وخلال هذه المناسبة قدمت توصيات من قبل المشاركات في الدورة جلها تنصب في توفير الإمكانيات اللازمة والضرورية من قبل الحكومة عبر وزارة المرأة من أجل تحقيق الأهداف التنموية. المدير العام النائب بوزارة المرأة ممثلا للوزيرة انتهز هذه الفرصة وطلب من المشاركين التركيز في مخرجات هذه الدورة. إن مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها وزارة المرأة وحماية الطفولة من طرف
البيت الوطني للمرأة تندرج في إطار السياسة للجمهورية الرابعة للسيد الرئيس إدريس ديبي إبنو في سياسته الرامية من أجل الشباب وتدريبهم من أجل التنمية والتشارك. وفي نهاية الحفل وزعت شهادات تقديرية لبعض من المشاركين والمستفيدين من الدورة. رياضيا، سلط فريق من التلفزيون الوطني الضوء على إنجازات الفيدرالية التشادية للكاراتيه ومعرفة خططها في تنفيذ أجندتها السنوية. عباس بكر مصطفى في سياق هذا التقرير. مكونات الميداليات المختلفة التي تحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني لرياضة الكاراتيه عبر المحترفين نتيجة مشاركتهم في الألعاب الأفريقية والدولية، لا سيما الألعاب الأفريقية لرياضة الكاراتيه التي جرت بياوندي الكامرونية خلال شهرين ونيف في العام الحالي. وهذه النتيجة الإيجابية تستحق الإشادة وتشجيع المنتخب الوطني الذي يمتاز رواده ومحترفوه بخبرات عالية. بعد مشاركتنا في الألعاب الإفريقية للكاراتيه وغيرها من الألعاب القارية، سمح لنا بالتعرف على المزيد من مهارات شبابنا حول الفنون القتالية، وبوجود هؤلاء الشباب نستطيع أن نحقق ونتحصل على العديد من الميداليات أينما سنحت لنا الفرصة للمشاركة وإبراز قدراتنا. مشاركة المنتخب الوطني لرياضة الكاراتيه في الألعاب الأفريقية للكاراتيه بمنطقة رقم 4 التي أحرزت فيها البلاد المرتبة الثالثة وفازت بنيل نحو 35 ميدالية، وهذا يمهد الطريق للمنتخب للمشاركة في الألعاب الشبابية القادمة بدولة بوتسوانا، ولعلها تسترجع مكانة الساو في المحافل الدولية للكاراتيه للحصول على ميداليات أكثر. ونبقى في الصفحة الرياضية، وبعد منافسات حادة بين الفرق المشاركة في الدوري الولائي لكرة القدم نسخة العام 2019، تأهلت 4 فرق من العاصمة الجميلة للمشاركة في البطولة الوطنية التي ستنظم هذا العام. عباس بكر مصطفى للمرة الثانية. خلاصة الدوري الولائي بمدينة أنجمينا الذي تنافس فيه 10 فرق في عمر الدوري، وتجلى واضحا من خلال نهاية فعاليات الدوري أن هناك 4 فرق تأهلت للمشاركة في البطولة الوطنية لكرة القدم للعام الجاري والتي تعد النسخة الثالثة، إضافة لثمانية فرق من ولايات البلاد. كل هذه الفرق يتنافسون في البطولة الوطنية القادمة التي ستجرى من 29 من شهر يوليو القادم هنا بالعاصمة أنجمينا. وأما الفرق الأخرى التي لم تحظى بالمشاركة في نسخة هذا العام، هناك تفاعل كبير للاعبي الفرق المؤهلة يسمح لهم بتقديم نتائج إيجابية في البطولة القادمة. بينما تظهر على وجوه اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في التأهل الندم والحسرة. 4 فرق متأهلة، تربع نادي أسكوتون تشاد لمدينة أنجمينا في صدارتها ب21 نقطة، والثاني RFC ب20 نقطة، وفريق غزالة يتفوق ب19 نقطة، وفي المرتبة الرابعة فريق إليك إسبور ب18 نقطة. وهذه الفرق كلها مستعدة لخوض غمار البطولة الوطنية، وينتظر نتائج قيمة من قبل كل فريق مؤهل ليقدم أداء مميزا يلبي رغبة المشجعين قبل أن تكون الغلبة للفرق الأفضل. ونختم النشرة بقراءة هذه الدعوة، حيث تدعو الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري المرشحين للمرحلة الثانية في مسابقة تصميم شعار أوناما، وهم كالآتي: حامد حامد، كودي موسى يايامي، وكالة آزيد للاتصال، نجروم إيفاريست، وحسن محمد رمضان، سمانا دونانا، باتيمبي، إمباينا نارجي. الجميع مدعوون إلى اجتماع مقرر في تاريخ 29 من الشهر الجاري في 10:00 صباحا بالمقر الجديد لأوناما، وحضور الجميع ضروري جدا، وقع على البيان مدير الهيئة بكر سندا. هكذا سيداتي وسادتي نختم النشرة، شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله.